لا يوجد من هو أسعد من هؤلاء الأطفال اليوم، ففي مدرستهم تقام حفلة، وهذا يعني الكثير من المرح واللعب والحلوى. مدرسة أبو جرعة بمدينة الجميل للتعليم الأساسي تقيم احتفالية للطلبة الأوائل من كل صف. الاحتفالية هذه درناها طبعا بادرة من مجلس الأعلى لإدارة المدرسة ومنصر التدريس لتشجيع أبنائنا ورفع معنوياتهم. خذينا طبعا العشرة الأوائل من كل سنة، من سنة أولى إلى الصف الثامن، العشرة الأوائل ودرناهم احتفالية بالمناسبة هذه لرفع معنويات أبنائنا الطلبة، وإن شاء الله يكونوا موفقين. شهدت الاحتفالية حضور مدير مكتب التعليم الجميل وحضور أولياء أمور الطلبة الذين يشاركون أبنائهم فرحة بعد عام شاق وطويل. حصلت على الترتيب الثاني واليوم مكرمين العشر الأوائل مدرسة أبو جرعة، محتفلين وحنا زملائنا. اليوم جايين مكرمين الأساتذة، ونشكر المدير محمد المحروق على هذا التكريم والتشجيع لنا. نهاية العام الدراسي هو أجمل الأيام بالنسبة للصغار التواقين للعب والبحر والمتعة، والذين اجتهدوا طوال العام من أجل هذه اللحظة.